نتواصل معاكم في مساحات التواصل عبر الهاتف ومعنا مكالمة. ألو. أمي هي الراحة، أمي هي الضل والاستراحة، ليها القلوب مرتاحة، بتجمل لنا الساحة، تصبح لنا أجمل واحة. أمي دار الجمال، هي دايما لنا فال، بتوزع لنا حنان شلال، تتمدد مدى الأجيال. أمي ربنا يغطيها ومن القوة يديها، أمي الحنان ماليها في كل حتة فيها، أمي سهرة اللسان عشان راحة بال، بيته بالعفاف مرياني، ربنا يحفظها في كل الثواني. إن شاء الله يا رب، ربنا يحفظ لكم أمك ويحفظك ليها كمان. نتعرف عليك منو؟ التحية لك يا شيماء، والتحية للمتألقة عرفة والمبدع أيضا الغور وكل الشباب الحبيبين المعاكسي في الفيديو، وتحية كده لجمهوركم الكبير، جمهور قناة النيل الأزرق داخل وخارج البلاد، وتحية خاصة من القلب لكل أمهات السودان، وهم يعني بيحتفلوا بعيد الأم، وربنا يخلي لنا أمهاتنا والمات وكلهم إن شاء الله ربنا يتقبلهم قبول حسن يا شيماء إن شاء الله. وقبل ما أطلب الأغنية زي ما بقول لك يا شيماء، أعمل علامة الحوادث. ما في أي مشكلة. يعني بس أنا والله عايزة أحييك على الكلام الجميل اللي قلته في الأم ده، والله دي من كلماتك. أي والله كتبتها أنا أقسم بالله العظيم مبارح الساعة 1 بالليل. إحساس مرهب جدا جدا، وتقدير يعني للأم، وهي بتحيك أكثر من كده والله. التحية لك. أيوة والله. فأنا الليلة طبعا ما حطلب محمود، حطلب يعني أمي الله يسلمك يديك لي طول العمر، بهديها لكم أنتوا، وبهديها إلى خاص لأخوتنا حنان بالعباسية ولوالدتها، وبهديها كمان لأخوتنا نازك بيتنبول ولزحر بالجزيرة، وبهديها إلى خاص والله للوالدة العزيزة إحسان ورئيسة، وللوالد علي خالد، والله وبهديها لكل زول داري هاني علي خالد، وشكرا لكم يا أرغى، يا أرغى ناس الدنيا. تسلم كثير، وشكرا كثير كمان على اتصالك. تحية لك وتحية لكل جمهور الحوات، ومرة ثانية التحية لهم. هنستقبل مكالمة. ألو. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. أول حاجة بحييكم أنتوا يا نسنين الأزرق. أول حاجة نحن بنحييك أنتي، وعايزين نتعرف عليك. طيب، معاكي هيبة من الموردة. مرحبا يا هيبة، كيف أخبارك؟ بحييك أنتي، أنا قناة النيل الأزرق، وبحيي أمي أبو الله كل سنة وأنتي طيبة، ربنا يديك الصحة والعافية، وبحيي زوجي إيهاب سر الختيم وكل أخواته، وبحيي بنات خالتي ابتسام وإحلام وحنان وليلى. التحية ليهم ولكل أم فيهم، نقول لهم كل سنة وهم طيبات إن شاء الله. اتفضلي. بطلب أغنية لزيدان إن شاء الله. إن شاء الله، ونحن كمان نهديها اليوم إن شاء الله. صفر 187-46-30-48 رقم التواصل، وننتظر مكالماتكم. معنا مكالمة. ألو. 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 عليكم السلام. السلام عليكم. يا مرحبا والله. معاك عائشة محمد وليد. مرحب بيكي، من وين بتكلمينا؟ من وقت القضارف. مرحب بيك كثير والله، بكل أهلنا في القضارف. صباح عندكم كيف؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. أهني أمي بالشواج، وأقول لك كل سنة وأنت طيبة، وإن شاء الله عيش سعيد، وأهني أبوي بالخرطوم، وخالتي صريعة بولد الحرية، خالي آدم وأولاده بيك سنة، وأهني خالتي شرقية بالقضارف، وأخواني عز الدين وسيف الدين وليد الشيخ وسامة من الصداع، وهنا غنى النيل الأزرق، وهنيك أنت يا شيماء. تسلمي كثير والله، شكرا لك، شكرا على زوجك، وشكرا كمان على اتصالك. هنتواصل في استقبال مكالمات. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذة هيما. مرحبتين والله. صباح الورد عليك. صباح الورد والياسمين. مكي محمد الزبير معك ولا مع رنيل.
مرحبا بك كثير والله، كيف اخبارك؟ بعدها تمام والله. من الصباح الاجواء كيف معاكم بهناك؟ والله صباح. فقدنا الاتصال، ان شاء الله يعاود مرة ثانية. ومعنا مكالمة. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف يا سيما؟ بخير والله الحمد لله، كيف انتي؟ بخير الحمد لله. صباح جميل عليك ان شاء الله. السلام عليكم. يا مرحب والله. بخير الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة ان شاء الله. ان شاء الله كده يعني، ربنا يخلي لك الوالدة. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تسلمي. الله يعافيك، الله يسلمي. وانت كمان، انت ام ولا اول نتعرف عليك في البداية؟ انا ابتسام محمد عبد الله. ابتسام انت ام؟ انا ام ان شاء الله. يا سلام، كل سنة وانت طيبة ان شاء الله. وانت طيبة، وهني يا اولادي ان شاء الله. ام محمد تفضلي ابتسام، حيي اهلك وكل اصدقائك كمان وهدي لهم. احيي الاهل والله، احيي الاهل بشعبيش كمان. وان شاء الله كل اهلك ابتسام يكونوا متابعيننا، وان شاء الله يسمعوا كلامك، وكل التحايا والاهداءات ان شاء الله تصل. الله يسلمك يا يما، الله